زي كل فصل من فصول السنة له إيجابياته وسلبياته، وزي ما فيه أمراض فيه فوائد لينا ولصحتنا. حنتكلموا أكثر عن الصيف مع ضيفتنا أخصائية الجلدية لميس القداح. صباحك مبارك. صباحكم خير، صباح الخير للجميع. جمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع. طبعاً فصل الصيف على الأبواب، الكل يستنى في هذا الفصل الرائع بأجواء الحلوة واللمة والتنزه إلى غير ذلك. لو حنبدأ معاك من هواء البحر، شو فوائد هواء البحر لينا؟ يعني أكيد كلنا نحب هواء البحر، وسبحان الله يعني بس الواحد لما يشم أو يقعد قدام البحر يحس براحة نفسية. هلأ هو بالدرجة الأولى هواء البحر أصلاً بيعطينا راحة نفسية، بيعطي شعور يعني تصفاية للفكر، الواحد بيستجم بهواء البحر أصلاً، بهواء الصيف إجمالاً في أماكن المنتزهات وخصوصاً البحر، يعني بيعكس راحة نفسية على الإنسان. حلو. طيب شنو هي أهم الأمراض اللي ممكن نتعرضوا لها في هذا الفصل، يعني وخاصة لما تكون مضرة لبشرتنا؟ هلأ أمراض الصيف إجمالاً بتكون كتير أكثر من أمراض الشتاء، لأنه حيصير في ارتفاع بدرجات الحرارة، بتكتر البكتيريا، بتكتر الجراثيم، بتكتر الطفيليات للأطفال، لكبار السن بالدرجة الأولى الأطفال وكبار السن، وأكيد بشكل عام للفئات بشكل عام، فهي ما بتنحصر أمراض الصيف بأشياء معينة. يعني هي بتأثر، الأمراض الأكثر شيوعا هي الأمراض التنفسية، الأمراض الهضمية، وأمراض أكيد ارتفاع الحرارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. طيب لو تكلمنا على الشمس وحرارتها في فصل الصيف، زي ما نعرف قلنا وقت نتعرض للشمس اللي هو ساعة قبل الشروق وساعة قبل الغروب، ضربة الشمس إمتى تكون خطيرة إلى أي حد يعني؟ هلأ هي أخطر ساعات، يعني عشان نتفادى ضربة الشمس اللي هي من الساعة 12 الظهر للثلاثة الظهر. الواحد يعني إذا بده يتعرض للشمس المفروض قبل الساعة 12 الظهر وما بعد الساعة 3 الظهر، بتاخد ذروة الاستفادة من الشمس. من الساعة 12 للساعة 3 هي أخطر مرحلة. وبالعكس إحنا هلأ عشان أبواب الصيف وبحر وهي بتلاقي العالم عشان تاخذ لون وعشان تستفاد اكبر قدر من الشمس، بفكروا انه المفروض تكون من الساعه 12 للساعه 3، هي هاي بتسبب ضربه شمس، بتسبب حروق، بتسبب تهيجات بالبشره وامراض جلديه كثيره، وبتسبب كمان امراض حتى هضميه، بتاثر انه يصير عندنا مشاكل هضميه وتنفسيه. طيب من هذه الضربه يعني كيف او شنو هي الاحتياطات اللي لازم تكون معنا حتى نتفادوا ضربة الشمس تكون اللي قوية يعني؟ هلأ ضربة الشمس عادة حكيت لك أنه المفروض أول إشي أهم إشي أنه ما نطلع بهاي الفترة اللي هي من الساعة 12 للساعة 3 الظهر. ضربة الشمس بصير هو سببها بصير ارتفاع بدرجة الحرارة بالجسم، الجسم بصير يتعرق زيادة عن اللزوم، وبعدين بيصير رد فعل عكسي، جسم بيوقف عن التعرق، فبيبطل الجسم قادر على تبريد نفسه، فبصير ارتفاع درجة الحرارة لدرجة 41، هيك بصير خطر، والمفروض هيك نبلش انه احنا ننزل بحرارة الجسم. فأول إشي انه ما المفروض نطلع بهذا الوقت. المفروض انه اقعد بمكان كل شوي، مثلا إذا حبيت أتعرض للشمس كل شوي اقعد بمكان ضل، أريح شوي من الشمس، ألبس طاقية، ألبس إشي وقائي اللي هو يحميني من الأشعة المباشرة على الرأس اللي هو بالدرجة الأولى، أعرض حالي كل شوي للمي عشان أخلي توازن حرارة الجسم دائما بشكل معتدل. طيب بالنسبة للناس اللي على البحر أكيد يفضلوا أنه هم مثلا يعني يستمتعوا بالسباحة وبالبحر وينسوا الأمور اللي تكلمتي عليها، شنو افضل طريقه ان هم او وقت او افضل وقت ان هم ينزلوا للبحر او للسباحه في حمامات السباحه؟ هلا افضل وقت هو قبل ال 12 وبعد الثلاث الظهر، هذا افضل وقت. وقلت لك ويفضل كمان اللي حابب انه يروح سباحه وبشكل دوري يكون مياه البحر بتضل افضل من مياه احواض السباحه. مياه البحر اصلا غنيه بمواد معدنيه وفوائد ومعادن واملاح كثير بتفيد الجسم، بتفيد البشره، وبتعالج كثير كم هائل من الامراض، منها امراض المفاصل، امراض الروماتيزم،
جسم، امراض جلديه اللي هلا حتصير كثير زياده بالصيف اللي هي الاكزيما، طفح الجلدي، حب الشباب، يعني ضغط الماء خلال السباحه بخفف كثير من ضغط الجسم، لدرجة أنه الجسم تحت الماء بزن من 6 إلى 10 كيلو غرام تحت الماء، فهذا بخفف من الضغط على المفاصل والروماتيزم. طيب بالنسبة للكلور شو مداره على بشرتنا؟ ونعرف أنه هو يقل، يعني يزيد من الطاقة السلبية. الكلور بيسبب ضرر كتير كبير على الجسم لأنه بيتفاعل معه بشكل كبير. هلأ مادة الكلور بيستخدموها أكثر إشي بأحواض السباحة على أساس أنه هي تعمل تنظيف، بس مادة الكلور بأحواض السباحة مع ارتفاع درجات الحرارة العالية بيصير فيها عملية تبخير، فنصها بيروح وزيادتها بيأثر بشكل ضرر على الجسم، بيتفاعل مع مادة الكلورمايسين اللي هي اصلا لما يصير عندي باحواض السباحه تعرق وبصير تبول، هذا المفروض انه ينمنع بشده، بس انه عم نحكي في اطفال، في ناس بتبولوا لا ارادي باحواض السباحه مع العرق، بيعمل لي هاي الماده اللي هي كلورمنسين، بتتفاعل مع الكلور وبتعمل لي امراض كثير، يعني ممكن توصل لسرطان كثير شديد. طيب كيف نقدر نحمي اطفالنا من هذه الاضرار؟ يعني خاصه الاطفال بتعرفيهم بيحبوا حمامات السباحه اكثر من البحر. اطفال تحت 5 سنوات المفروض ما ينسبحوا تحت الخمس سنوات، ما المفروض باحواض السباحه، ممكن بالبحر اوكي، بس باحواض السباحه تحت ال5 سنوات كثير مضر، المراه الحامل كثير مضر، احواض السباحه اللي بتكون درجه حرارتها عاليه كمان كثير مضره وبتاثر كثير سلبا على الجسم. فالاطفال الوقايه من هذا الشيء، يعني المفروض قبل ما ينزل الطفل او حتى البالغ على حمام السباحه يتحمم، وبعد ما يطلع حتى بيلبسه اللي لابسه كمان يرجع يتحمم عشان يتخلص من اكبر عدد من الطفيليات البكتيريا وماده الكلور. بالنسبه لبشرتنا شن اهم النصائح طبعا اللي تنصحينا بها واحنا اثناء موجودين في البحر نحمو بشرتنا من اشعه الشمس ومن البحر ومن الهواء اللي نتعرضوا له احيانا ما بين يعني نزول وطلوع للبحر؟ بالدرجة الأولى أكيد واقي شمس، لازم أستخدم واقي شمس، ويفضل تكراره كل 3 ساعات تحت أشعة الشمس اللي بتكون كتير حامية، يفضل تكراره كل 3 ساعات. ابتعد عن البارفانات والكريمات أو الزيوت اللي هي العطرية، لأنه يعني هاي بتتفاعل. ينصح باستخدام الزيوت عادي؟ لا، نبتعد عن استخدام الزيوت العطرية أو البارفانات أو الكريمات اللي هي حتتفاعل مع أشعة الشمس وتعمل لي تهيج بالبشرة إجمالاً بالجسم عامة وحتى بالشعر، يعني مثلاً ماسكات أو زيوت، أو تلاقي مثلاً مدام عاملة إشي كذا، حمام زيت إشي هيك، هذا كتير مضر. فهذا حتى لو لبست مثلاً قبعة ونزلت البحر كمان مضر؟ لا مضر، إنه لازم شعرها يكون نظيف، جسمها ما فيه إشي، يدوب إذا بدي أحط إشي بيكون واقي الشمس فقط لا غير، ويكرر كل 3 ساعات هيك، ببتعد قدر الإمكان حمام قبل ما أنزل على البحر وبعد ما أطلع، وأتعرض كل شوي على الظل، يعني الشمس وشوي ظل عشان ما اتعرض بشكل مباشر ودائم تحت اشعه. طيب التعرض للهواء البارد اثناء العوم هل يسبب جفاف للبشره؟ خاصه يعني تعرف نطلع من البحر نمشي مثلا نشرب قهوه او يكون في تكييف بارد احيانا، يعني هلا اكيد اكيد بسبب جفاف بالبشره، بسبب امراض بالجهاز التنفسي، لانه عم تنتقلي انت من حراره حكينا كثير مرتفعه لحراره كثير مبرده، هذا الشيء بيعمل اختلاط بالجسم فبيعمل لي امراض، فاكيد هذا الشيء بدي ابتعد عنه قدر الامكان، يعني احاول انتقل بشكل تدريجي بالحراره، لما اطلع من الشمس اقعد شوي تحت الظل، اكيف جسمي، بعدين اخذ دوش، بعدين ممكن مثلا اقعد تحت تكييف معتدل. طيب شو هي الحالات اللي ممكن نحن ناخذوها في احتياطاتنا اثناء السباحه؟ هلا ناخذ احتياطاتنا من كثير اشياء، لانه اثناء السباحه ممكن اتعرض لجروح، ممكن اتعرض لحروق من الشمس، ممكن اتعرض ل مثلا بلع الماء بشكل كبير، خاصه الاطفال يبلعوا فيه بشكل كبير حيأذي، ولكن بلع الماء وماء البحر خصوصا، احنا ما احواض السباحه
قدر الامكان بدنا نبتعد عنه لانه في له احتياطات كثير عاليه وكبيره. صح. قدر الامكان غير ما اعرف انا شو هو المسبح وكميه الكلور اللي بحطوها. بلع الماء احيانا بالبحر، الماء المالح احيانا بيكون بفيد، بنظف المعدة، بنظف الأمعاء، ولكن بكميات كبيرة هذا بيسبب ضرر. فقدر الإمكان نبعد عن هاي الأشياء، لأنه ممكن يصير بالبحر لسعة قنديل، ممكن مثلا يصير لدغ أو غيرها من الأمور هذه. ممكن، فهاي إلها إسعافات أولية وإلها أشياء معينة. يعني الواحد لازم يكون حريص قدر الإمكان وما ينزل. أكيد أطفال مثلا ما حينزلوا لحالهم، دائما يكون معاي حدا. وحتى البالغ دائما يكون معاه حدا، لأنه بالبحر وأحواض السباحة ما بنعرف شو ممكن. صح. يعني الواحد يتطرق يعني لأشياء. ربما يستحسن أن إحنا نعوم بقرب مكان فيه إسعافات أولية اللي تكلمتي عليها، هذا أفضل يعني. وهذا مش كل الشواطئ فيها طبعا، بس أكيد موجودة في البعض طبعاً. إلا الشواطئ العامة يعني. هاي بيكون إنه ما بيكون فيها الأشياء اللي لازم تكون من إسعافات أولية من منقذ بحر. فأنا لازم قدر الإمكان حضر حالي بأشياء بسيطة، ويكون معاي دايما حدا يعني في حال لا سمح الله صار معاه الإنسان ظرف طارئ. طيب بالنسبة للناس أو خاصة النساء اللي بشرتهم حساسة، لاحظوهم من أول ما يعني قامت في الشمس بشرتهم بصير فيها تصبغات وحساسة جدا وتتهيج، كيف تقدر تحمي نفسها السيدة اللي بشرتها حساسة؟ هلأ في هي الأمراض هي شائعة كتير اللي بتصير بالصيف من درجة الحرارة اللي هي بتكون بشرتها حساسة، بصير عندها نوع من الإحمرار الزائد، نوع من تهيج البشرة الزائد، أحيانا بيطلع لها حبوب دمامل بسبب التعرض إن هي أحيانا تحرم نفسها يعني من أجواء البحر والسباحة. هلأ ما بتحرم نفسها هي إذا تقيدت بتعليمات أنه تطلع بالوقت اللي لازم مناسب. أصلاً تتعرض فيه للشمس. ممكن تأخذ معها رذاذ مي يضل معها على طول يرش على البشرة. واقي شمس يتكرر كل ساعتين لثلاث ساعات. يعني هيك ما تتعرض كمان لوقت طويل تحت أشعة الشمس. هيك قدر الإمكان ما رح يصير عندها تهيج. هلأ في حال بعد ما ترجع للبيت المفروض تنظف وشها منيح. تستخدم مثلاً كريم مرطب يهدي من الحالة اللي صارت معها. بالنسبة لشرب الماء، أكيد مهم شرب الماء جداً في فصل الصيف والإكثار منه. أكيد لازم نشرب مي كثير بفصل الصيف. كل ساعتين لازم نشرب مي، وعادة الناس اللي عندهم تعرق زيادة لازم يضاعفوا كمية المي، لأنه بالصيف بنفقد سوائل كثير كبيرة. فلازم قدر الإمكان أنا أشرب 4 لـ5 لتر يومياً. وكمان على قصة التعرق، المفروض كمان الناس بيستخدموا أشياء مزيلات عرق اللي هي تمنع التعرق. هلأ منع التعرق كمان بيسبب سموم بالجسم وبيسبب أمراض بفصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة. شو هم الأمراض يعني؟ ممكن كيف نقدر نعالجوها؟ أكيد بنقدر نعالجها أنه أبتعد يعني عن أوكي مثلا فصل الصيف الواحد بيحب النظافة كذا. الاستحمام بشكل دائم، استخدام مزيلات العرق العادية بس مو اللي هي تمنع أو تسكر مسام التعرق. هذا بيسبب ضرر. ممكن خطورة أو خطورة تسكير المسامات قديش خطورتها؟ بتسبب أمراض كتير، بتسبب أمراض بالأمعاء، بتسبب ارتفاع بدرجة الحرارة الجسم لدرجة كتير عالية أنه ما أقدر سيطر عليها، وبعدين يصير الموضوع أنه ممكن يتاخذ للمشفى. بتسبب أمراض جلدية، بتصير بتطلع دمامل بالجسم، هي عبارة عن دمامل معبية مي. وبعدين لما خلص بتروح بتسبب صبع واحمرار بالجلد عامة. فهو ضررها كتير كبير، كتير ضررها كتير. أكيد حنحكوا عليه في حلقة جاية. أكيد معلوماتك كلها وصلت للجميع وحببتينا أكثر في فصل الصيف. إن شاء الله قدر الإمكان.